مؤخرا تم افتتاح مهرجان النخبة المسرحي في دورته الأولى اللي بتقام تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح. شارك في حفل الافتتاح الفنان أحمد عز واللي كرم مع الدكتور أشرف زكي وعدد من الفنانين، من أبرز اللي تم تكرمهم الفنان محمود الألعاوي والفنانة هناء شربجي وأسامة عباس والمنتصر بالله واللي عاد للظهور مرة تانية رغم الأزمة الصحية اللي بيعاني منها. حضر كمان افتتاح المهرجان المخرج مجدي أبو عميرة ومشيرة إسماعيل وفاروق فلوكس. تعالوا مع بعض نلتقي بالدكتور أشرف زكي والمخرج سامح بسيوني. والله وأنا التقيت مع الصديق العزيز المهندس محمد سيف الأفخم وقلت له ما تيجي نعمل حاجة مشتركة مع بعض وكده، وكان جي عمل زيارة للمسرح وعجبه قوي المسرح وكده، فالمهم قال لي فكر وأنا جاهز. فجيت فكرت في مهرجان قلت نسميه الأوائل، هو قال نسميه النخب. المهم وصلنا للفكرة، وبعدين أنا فكرت إن إحنا نكرم الرموز العظيمة اللي شفناها في التكريم امبارح، وهذا المهرجان إحنا بنرسي دعم المهرجان جديد، كل دي لصالح الحركة الفنية إن إحنا نفرغ أجيال جديدة. النهاردة وبكرة وبعده إلى آخر المهرجان هتتفرجي على ميلاد أجيال جديدة من الممثلين والمبدعين والمهندسي الديكور وكل عناصر العرض المسرحي. المهرجان دوت مهرجان سنوي هيحصل في تاريخ يعني في تاريخه كل سنة. امبارح كان الافتتاح بتاعه. هو المهرجان دوت بيعرض بانوراما مسرحية لأهم العروض اللي قدمت السنة الماضية. يعني هي الفكرة ان احنا بنقدم يعني بنعرض أهم المسرحيات اللي قدمت خلال السنة، يعني خلال 2017 في التوقيت دوت، وبنشوف كل العروض اللي حازت على جوائز في مهرجانات حصلت في مصر. في مصر بيقام اكتر من 30 مهرجان سنويا، فبناخد افضل عرض في كل مهرجان او عرض ما شاركش في مهرجانات بس اتكتب عنه بشكل كويس، ومن هنا جت فكرة مهرجان النخب المسرح. من خلال اسبوع واحد حضرتك ممكن تيجي تشوفي اهم المسرحيات اللي قدمت في المسرح المصري طوال العام، ويعني اهمها العروض الفائزه، عشان كده سمي المهرجان بمهرجان النخب المسرحي. النقابه صاحبه الفكره وهي اللي بتدعمه، لان انت عارفه طبعا نقابه المهن التمثيليه عندها مسرح اللي هو المسرح اللي احنا فيه دوت، ده مسرح نقابه المهن التمثيليه، وبتدعمه الاي تي اي، بتدعم المهرجان. يعني دكتور اشرف زكي قال ان احنا لازم في افتتاح المهرجان دوت نكرم النجوم اللي تعبت يعني وقدمت مجهود كبير، يعني قدمت مجهود كبير جدا للفن وللساحه الفنيه، ف وما خدتش حقها من وجهه يعني ما خدتش اللي هي المفروض تاخده من حقها طبعا. فكان كرمنا امبارح فنانين اثروا يعني في التاريخ الفني، كرمنا الاستاذه مشيره اسماعيل والاستاذ محمود الألعاوي والاستاذ منتصر بالله والاستاذه فتحيه طنطاوي، يعني كرمنا 10 من اللي اثروا في الفن، والاستاذ محمد فريد. وكان فكره الدكتور اشرف ان الاجيال هي اللي تكرم، الجيل الجديد هو اللي يكرم الجيل ده. فكان موجود الفنان احمد عز والنجم احمد عز والنجم احمد ادم. والله هي الفكره دي حاصله في مهرجان اسمه احنا بنعمله اللي هو مهرجان نقابه المهن التمثيليه اللي هو التجربه الاولى دي، بتقدم مخرج جديد لاول مره يخرج وبيبقى معاه ممثلين كبار في السن ومن اجيال مختلفه. أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن المهرجان بيقام على مسرح النقابة بشارع قصر العيني، ويضم العروض الأوائل في المهرجانات المسرحية زي المهرجان القومي للمسرح ومهرجان الجامعة ومهرجان زكي دوليمات وغيرها من المهرجانات اللي بتقام في مصر. وبتستمر فعاليات المهرجان حتى 20 مايو. بدأ المهرجان على أنغام السلام الجمهوري ونعى الدكتور أشرف زكي الفنان الراحل مظهر أبو النجا قائلا: الموت خطف مظهر أبو النجا من أيام، واللي كان من المفترض تكريمه بمهرجان النخبة المسرحية. بيضم المهرجان مجموعة متميزة من لجنة التحكيم منهم الكاتب كرم النجار والفنان عثمان نجاتي. تعالوا نلتقي بأعضاء لجنة التحكيم. إذا الكلمة موجودة وعاقلة أو كوميدية حتى بس بشكل عاقل، أعتقد هيبقى ده البداية الصح لكل الأشياء. هو في تطور في الحياة طبيعي، لازم جيل بيسلم لجيل تاني، فمعناها مش معناها ان القديم بيتحكم عليه بالموت،
ولا الجديد بيخرج يبقى نجمة بين يوم وليلة. لا، هو لازم يحصل تسليم وتسلم ببطء الزمن نفسه لحد ما يوصلنا للحالة الجديدة من إلى المسرح الحركي. طبعا ده لون عالمي موجود المونودراما، وأنا يعني الحمد لله أنا أفتخر بأن أنا أول واحد قدم مونودراما في مصر اللي هي الحصان بطول السناء جميل. لا طبعا ألوان المسرح دي مطلوبة. أولا طبعا هي فكرة هائلة جدا 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 المقترحة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية. الوقت الحالي احنا طبعا احنا في امتحانات، والمسرح في حالة يعني زي ما بنقول كده مريحة شوية، لسه ما فيش موسم، لسه الموسم الصيفي ما بدأش ولسه خارجين موسم الشتوي. فعشان يبقى فيه تواصل ما بين الموسم الصيفي والموسم الشتوي في المسرح المصري، فكان الاقتراح التبنى الدكتور أشرف زكي ومديره الفنان سامح بسيوني ان احنا نختار نخبة العروض اللي تميزت سواء في مسرح الجامعي أو في مسرح المعهد أو في مسرح الكليات المختلفة أو في من دول عربية زي الإمارات مثلا، من إمارة الفجيرة، وإن شاء الله السنة الجاية يبقى في دول أكتر كمان من الإمارات. الإمارات السنة دي هيضيف شرف المهرجان النخبة، وده تواصل هايل جدا ما بين المسرحيين وبعضهم، والمسرحيين الهواة والمسرحيين المحترفين، وما بين المسرحيين هنا في مصر والمسرحيين في العالم العربي. والله انا كعضو لجنة تحكيم مش قادر اكلمك لان احنا لسه ما بدأناش، لكن هو احنا يعني كرجل مسرح يعني الهم واحد، واحنا موجودين في نفس البوتقة المسرحية سواء في العالم العربي او هنا في مصر. يعني انا كنت من حوالي شهرين بشارك بعرض مسرحي في مهرجان البقعة الدولي للمسرح في السودان، وهو كان في دورته 18، وكان تجمع مسرحي كبير جدا، وكان الجمهور السوداني متعطش جدا 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 للعروض المصرية، وكان فيه أكثر من دولة كمان مشاركة، مصر والجزائر وتونس والإمارات والكويت، في أكثر من دولة كانت مشاركة. والحمد لله مصر ربنا وفقنا واخدنا جائزة الإخراج وجائزة تمثيل النساء وجائزة تمثيل الرجال. وبالتالي هنا برضو في مصر نفس الحكاية، احنا هناك تواصل لازم يكون موجود دائم ما بين المسرحيين في العالم العربي أجمع. يعني اختار مهرجان النخبة المسرحي أبرز المسرحيات اللي تم عرضها في مهرجانات المسرح المصرية والعربية. في أول يوم من فعاليات المهرجان تم عرض مسرحية في انتظار جودو، وهو عرض مسرحي إماراتي تم عرضه في الشارقة وحقق نجاح كبير هناك. المسرحية طولة عبدالله الراشد وإبراهيم القواحيلي، العرض من نوعية الميلودراما وبيمثل فيه شخصين فقط. بتناقش المسرحية الفقر والضعف اللي بتمر به الدول العربية. تعالوا مع بعض نلتقي بأبطال العرض المسرحي. جدا سعيد بهذا اللقاء الجميل وهذا المهرجان الأكثر من رائع. اليوم تواجدنا في قاهرة المعز مصر العظيمة، هذا شيء جدا نفتخر به كإماراتيين، وإحنا في بلدنا الثاني. عملنا في انتظار جودو من إعداد وأخراج الفنان عبدالله مسعود. طبعا شاركنا بهذا العمل في مهرجان أيام الشارقة المسرحية الدورة السابقة، والحمد لله عمل صدى جدا كبير وصدى جميل في المنطقة، واليوم قاعدين نقدمه في مهرجان النخب المسرحي لدورتها الأولى، وهذا شيء شرف لنا. مهرجان إن شاء الله نتمنى لهم الاستمرارية والتطور إن شاء الله في المواسم المقبلة. في انتظار جودو وعمل عبثي، يعني قصة عالمية معروفة يحاكي يعني قضايا الزمن، ويعتمد على اللاواقعية ويعتمد على أمور كثيرة، وأهم أساسياته هو أنه يكون عبثي، يعني القصة مش لها بداية ونهاية، تعتمد على كذا مداخل أو كذا موضوع في آن واحد، يعني ما مش نفس الأعمال اللي مثلناها سابقا. وهذا عمل جدا صعب، إن تقريبا أول عمل يعرض في الخليج إن أحد يتطرق إلى نص صامويل بيكيت في انتظار جودو، يشير إلى الفقر، إلى الضعف، إلى السلطات، إلى التداخلات ما بين الحاكم والمحكوم، يعني كذا تطرف فيه، كذا قضية فيه تحاكي، هي مجتمعية، الطبقة السفلى، الطبقة الوسطى، الطبقة الكبرى، حال الزمن العسكري الآن اللي قاعد يصير، الأمور اللي قاعد تدور حولنا السياسية،
المشاكل اللي قاعده تصير في 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 في, في, في الوضع الحالي الان اللي قاعد يصير عندنا كذا قضيه قاعد نتداخل بها، لكن نعطيها للمتلقي ونبعد نخليه يبدا يفكر هو شو اللي كان يقصدوه في هذا العمل او بهذا الموضوع اللي انشر له، عقب نروح الى موضوع ثاني الى ثالث والى اخره، يعني لان النص يحتاج الى من قراه في السابق على اساس يعرف انتظار كودو. دائما شغل العبث لصامويل بيكيت هو من الاعمال اللي اشتغل عليها صعب شويه، خصوصا في انتظار كودو، عمل جدل كبير سواء على مستوى الوطن العربي او في العالم بالذات، يعني دائما ياخذ زمنه في الاحداث اللي هي تتماشى مع العصر اللي بيعيشه وبيتكلم فيه، فلذلك احنا حاولنا انه نقربه للوضع اللي تعيشه الامه اللي احنا فيها. دوري سيرجون اللي هو دائما مع فلاديمير، الاثنين دول بيكملوا بعضهم، واثنين عناصر من خلال المجتمع اللي موجود في كل مكان، الطبقة البسيطة اللي تعني مش هنقدر نقول مسحوقة لأنها هي دائما تكون الطبقة الأقل مش بتاعت